الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بأبنائنا وبناتنا الأعزاء عبر هذا الفيديو الذي يحمل تسمية كيفية التحضير إلى البكالوريا. إذا كما تعلمون أن البكالوريا هو شهادة يحلم بها الكثير والكثير من الطلبة والمترشحين، ولهذا فليعلم الجميع أنها شهادة كباقي الشهادات، فلا يوجد مستحيل لتحقيقها، والدليل على ذلك كل سنة نسمع الزغاريد في بيوت الجزائريين، فاللهم لا تحرم أحدا من هذه الشهادة إن شاء الله يا رب العالمين. إذا وكما تعلمون أن لا مستحيل في تحقيقها، إلا أن لكل حلم يجب أن عننا العمل والاجتهاد لتحقيقه. ونحن في هذا الفيديو سوف نتحدث عن كيفية التحضير له، ثم كيفية التحضير إلى في مادة الرياضيات إلى البكالوريا. إذا في الأول أبنائي، هذا الكلام يوجه إلى جميع المترشحين من الأحرار والمتمدرسين والذين هو يعيدونها المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والمرة العشرون. والله قد وصلتنا رسائل كثيرة وكثيرة، الذين فاقوا سنهم الأربعين سنة وقال أنا قمت بإعادة بكالوريا لخمس مرات لست مرات لسبع مرات، وهقد الآن نلت هذه السنة بمعدل رائع. إذن فلا مستحيل في الوجود يا أبنائي. إذا للمعيدين بالدرجة الأولى، لأن الكثير يقول يا أستاذ أنا كررت البكالوريوس للمرة الأولى والثانية والثالثة ولم يحالفني الحظ، فصبرا جميل إن شاء الله وسوف تناله هذه السنة أو السنة القادمة. كذلك فيما يخص الذين تحصلوا على البكالوريا لكن بمعدل لم يرضيهم أو لم يحقق لهم الحلم الذي أرادوه أن يتحقق، من معدل ربما يكون ناقص لتحقيق ذلك. إذا فليعلم أن الجميع لا يوجد مستحيل في الوجود، إلا أن هذه الطلبة من هذا النوع فيه من يقوم بالتسجيل في التسجيل في الجامعة ويبدأ بالدراسة، أنصحه كذلك يعني بالوقت اللي هو ما نسميه وقت الجمعة والسبت، يستغل هذه الأيام للتحضير إلى شهادة البكالوريا. كما كذلك يحاول أن يتحصل على معدل مرتفع في الفصل في الاختبار الفصل الأول في الجامعة، يبقى له الفصل الثاني لا يبقى له معدل كبير حتى يتفرغ إلى تحضير إلى شهادة البكالوريا. هذا فيما يخص الذين يريدون إعادة البكالوريا وهم يدرسون في الجامعة. أما فيه من يقول أنا أقوم بعملية بلوك، يعني نبلوك العام ونعيد البكالوريا، فليعمل مثل ما يعمل المتمدرسون، فليبلوك العام ثم ينطلق في العمل، وعليه كذلك أن يخصص وقت للراحة. أما الذين هم الأحرار، يعني فيه من يعمل ويريد أن يحضر إلى البكالوريا، فنرجو منه ألا يترك إلى الشهر الأخير ثم يبدأ بالتحضير، لأن تتراكم عليه الدروس وهذا ما يجعله تختلط على الأمور فيفر، وفيه الكثير لا يقوم باجتياز حتى امتحان شهادة البكالوريا لكثرة الدروس، يقول أنا لا يوجد لي أمل في النيل بهذه الشهادة. والحمد لله، والله وصلتنا مئات الرسائل للأحرار الذين تحصلوا على البكالوريا يعني بعد اجتيازهم لعشرون أو ثلاثون سنة، هذه السنة قد قاموا باجتيازه وتحصلوا على معدلات رائعة، وخاصة في مادة الرياضيات. والله فيه من قال لي قد تحصلت على عشرون في مادة الرياضيات، والحمد لله. هذا كل يعني تحدثنا عن حوصلة على كل من على أنواع المترشحين الذين أو أنواع المترشحين الذين يجتازوا هذه الشهادة. الآن كيفية التحضير إلى كل أنواع يعني كل أنواع المترشحين. إذا في الأول أبنائي، على الطالب خاصة المتمدرسين أن ينطلقوا انطلاقة يعني رويدا رويدا. لا يمكن للطالب أن ينطلق بسبع ساعات أو ثمان ساعات ثم لما يصل إليه شهر جانفي فيصبح يحس بإرهاق أو تعب. لا، يعني مثل ما نقول العنب يتكل بالحبة. هذا فيما يخص الأمر الأول، لأن الطالب خاصة لعامه الأول ينطلق بجهد عالي أو بقدرة عالية، لكن نقول له ما زالت دورات كثيرة في هذا السباق أو الماراثون. كذلك أبنائي، فيما يخص الآن كيف أنظم وقتي، وهذا السؤال دائما أو الطلب يطرح علي كثيرا هذا السؤال في اليوتيوب أو في صفحتي اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، كيف أنظم وقتي؟ وأنا أكررها كثيرا وأعيد، قلت الوقت بالدرجة الأولى لا ينظم بل يستغل، لكن نعطي لكم كيف ينظم الوقت. ينظم الوقت يا أبنائي حسب نقصك في مادة معينة.
يعني إذا كان عندك نقص في مادة الرياضيات فلتخصص لها وقت أكبر للتحسن فيها، وسوف نتحدث عن كيف أتحسن في الرياضيات. وإذا كان من الشعب الأدبية عليك أن تهتم كذلك بالمواد الأدبية ذات المعامل الكبير اللي هي الفلسفة والأدب العربي أو الإسبانيوني أو ما أشبه ذلك. فيما يخص مثلا شعبة الرياضيات عليه أن يهتم بمادة الرياضيات والفيزياء بالدرجة الأولى لأنها مادة ذو ثقل كبير أو معامل كبير. خاصة وفيما يخص العلميين كذلك اللي هي الرياضيات والعلوم، مادة العلوم ومادة الفيزياء. هكذا وفيما يخص مثلا شعبة التفسير والاقتصاد كذلك مادة المحاسبة والرياضيات وما أشبه ذلك. يعني المادة التي يكون معاملها أكبر عليك أن تعطيها جهد أكبر. فيما يخص ولكن لا علينا أن نهمل باقي المواد الثانوية لأنها هي التي ترفع لك المعدل. يعني مادة مثلا العلوم الشرعية الكثير يقوم بإهمالها، وفي الأخير هي التي تكون والكثير من هي كانت سبب في نجاحه في شهادة البكالوريوس. لأن هي مادة يعني سهلة، يعني يمكن أن تبذل يعني جهد قليل وتتحصل على 18 أو 19. هذا أكيد بعدما تكون حافظ للدلائل وما أشبه ذلك، أو الدليل وما أشبه ذلك. هذا فيما يخص حوصلة على كيفية جعل توقيت. التوقيت كيف يمكن؟ يمكن أن التوقيت هذا يختلف من فصل إلى فصل، لأن الفصل الأول لا يمكن أن تقوم بدراسة مثلا 7 ساعات يوميا، لكن في الفصل الأخير أكيد سوف يفوق ربما 7 ساعات. لماذا؟ لأن قد اقتربت إلى الدورة الأخيرة من هذا الماراثون. لهذا في الفصل الأول عليه الطالب أن يحدد مثلا يقوم بإنجاز جدول بسيط. أعطيكم مثال، مثلا قال أنا شعبة علوم تجريبية، أعطيكم هذا المثال وأنتم قوموا بإنجازه لبقية التخصص لبقية الشعب الأخرى. مثلا أعطي ساعة ونصف للرياضيات، وأعطي ساعة للفيزياء، وأعطي ساعة للعلوم مثلا، هذه يوميا، مثلا هذه يوميا يا أبنائي. وأعطي ربما ليومين أو 3 أيام نصف ساعة لبقية المواد الثانوية، هكذا مثلا يوميا قلت. فيما يخص مثلا الشعب الأخرى أعطي مثلا ساعتين للرياضيات وساعة ونصف أو ساعتين للفيزياء فيما يخص شعبة مثلا الرياضيات أو التقني الرياضي. مثلا شعبة التفسير واقتصاد أعطي ساعتين لمادة المحاسبة وساعة وساعة ونصف إلى الرياضيات وما أشبه ذلك. كذلك فيما يخص الأدبيين علي كذلك أن أعطي على الأقل مثلا على الأقل أعطي للرياضيات نصف ساعة يوميا. لماذا؟ حتى أبقى بتواصل مع هذه المادة، لأن الكثير من الشعب الأدبية سبب رسوبهم في البكالوريا هي مادة الرياضيات، وسبب نجاحهم هي الرياضيات. فرق أن تتحصل فيها في 18 وتتحصل فيها على 2، لأن معاملها 2. هكذا يا أبنائي، وأقوم بإلصاق ذلك الجدول الزمن الذي وضعته أمامي، وأعمل على احترامه. هو يستحيل احترامه، لكن أعمل على احترامه، ليس بالضرورة أحترمه 100%. ثم بعدما أقوم بهذا الجدول، دائما أنصحكم إذا درستم أي محور في مادة معينة، قوموا يا أبنائي، وأنصحكم وأعيد، قوموا بحل البكالوريات السابقة لذلك المحور. أعطيكم مثال، في مادة مثلا الرياضيات درستم النهايات أو درستم الدول العددي، عليك أن تذهب إلى البكالوريات السابقة وتبحث عن موضوع الدول العددية وتقوم بحله. مثلا الأدبيين درسوا محور مثلا الموافقات أو درسوا المتتاليات، عليك أن تذهب إلى الإنترنت، ونحن الحمد لله قد وفقنا الله جل وعلا أن وضعنا البكالوريات من 2008 إلى 2017 كليا ولجميع الشعب الحمد لله، وهذا توفيق من الله جل وعلا، ثم بفضل دعواتكم المستمرة لنا في ظهر الغيب. كذلك أبنائي، هذا فيما يخص كيف أدعم الدرس الذي درسته في مادة معينة. درست المناعة مثلا، درس المناعة في مادة العلوم الطبيعية، عليك أن تذهب إلى البكالوريات السابقة وتلاحظ كيف تطرح الأسئلة في البكالوريا حول هذا المحور، حتى أكتسب الأفكار التي تأتي كل سنة في لا خلال أو يعني في هذه المحور المعين، هكذا حتى تفهموا جيدا. فيما يخص كذلك الأدبيين، مثلا أنا أدرس الأدب، لا يمكن أن أقول أني متمكن في مادة الأدب وأنا لم أقوم بحل ولا شهادة من شهادة البكالوريوس السابقة.
فعلي الطالب حتى يحكم على نفسه أنه قد فهم ذلك المحور، على الأقل أن يقوم بحل البكالوريات السابقة لمعرفة مستواه ولمعرفة قلت طبيعة الأسئلة التي تطرح. هذا فيما يخص، وهذا الكلام يوجه إلى كل من المتمدرسين والأحرار يا أبنائي أو الجامعيين. الجامعيين قلت الذي بقي يدرس في الجامعة، يعني أكمل دراسته، عليه أن يخصص توقيت بسيط واستغلاله، لأن الذي في الجامعة لا يحتاج إلى الدروس كثيرا أكثر مما يحتاج إلى حلول البكالوريات السابقة حتى يعرف مستواه، لأنه قد تجاوز هذه وأصبحت له قدرات أكبر من الذي يملك العام الأول لاجتياز هذه الشهادة. كذلك أبنائي، الآن بعدما تحدثنا مع هذا، دائما أنصحكم وأقول العلم صيد والكتابة قيد. عليك أن تخصص كراريس للكتابة وللمراجعة، يعني لا تستعملوا الأوراق ثم تقومون برميها، وبعد أسبوع سوف تأتي وتبحث عن ما رجعت تجد لا ورقة بقيت. لهذا أنصحكم العلم صيد والكتابة قيد، قوموا باستعمال كراريس وخاصة ذا الحجم الكبير، حتى تبقى في الشهر الذي يأتي قبل شهادة البكالوريا تجدون ما رجعتم أو ما حضرتم به خلال شهر أكتوبر ونوفمبر. هذه الأمور عليكم بها. كذلك أبنائي، نحن نعلم أن آفة العلم هي النسيان، مشكل العلم هو النسيان، وحل إشكالية النسيان هو التكرار. يعني إذا درست محور معين في مادة معينة، مثلا درست الحرب الباردة فيما يخص تاريخ الجغرافيا، بعد شهر علي أن أرجع. أنا قلت مثلا، قلت حفظت مصطلحات هذا المحور وكذا وكذا وقمت بحلول البكالوريا، لكن بعد شهر لو نعود سوف نجد الكثير من المعلومات قد ذهبت وتبخرت، لأن آفة العلم النسيان. لكن علي أن أعيد الكرة حتى تعود إلى مكانها، لأن الكثير يقول يا أستاذ أنا أحفظ ثم بعد مدة معينة سوف أنسى. هذه طبيعة البشر، يعني ينسى. لكن دواء النسيان هو التكرار بالدرجة الأولى. ودائما أنصحكم الشيء، خاصة هذا الكلام موجه إلى الفتيات، أن الكثير تحفظ حفظ الببغاء. دائما أقول العلم صيد والكتابة قيد، ما حفظتموه قوموا بكتابته، لأن من أحد عوامل التي ترسخ المعلومة هي الكتابة. ولا تنسوا أن الامتحان هو امتحان كتابي ليس امتحان شفوي. الآن أبنائي، هكذا قد تحدثنا وأعطينا حوصلة على كيفية التحضير لشهادة البكالوريا. الآن نأتي إلى مادة الرياضيات التي هي موضوع حديثنا في هذا الفيديو، بالدرجة الثانية، ليس بالدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى تحدثنا فيه كيف أحضر إلى شهادة البكالوريا. كما تعلمون أن هذه المادة يعاني الكثير منها من الطلبة لأنها مادة جافة، هذا لا يختلف فيها اثنان، لكن المادة الجافة يجب أنت من تعطي لها نوع من السوائل حتى تصبح مرنة. الآن الكثير يقول أنا، وتصلني كثير من الرسائل، يا أستاذ كان سبب رسوبي في البكالوريا هو مادة الرياضيات لأني تحصلت فيها على 2 على 3 على 1 على كذا. لو تحصلت فيها على 7 لا تحصلت على المعدل 10 فاصل ولا كنت من الناجح أكيد. والكثير ممن يقول يا أستاذ أنا تحصلت على في مادة الرياضيات على 18 ونصف وهي سبب نجاحي في البكالوريا. يعني هي مادة إما أن تقوم بمساعدتك للنجاح، كما تقوم بإسقاطك إلى الحضيض وعدم النجاح راسب. لهذا هذه المادة يا أبنائي، بما أنها مادة كما يقال عليها أنها مادة جافة، هي تحتاج إلى الاستمرار، هي مثل الأرض الجافة، عليك دائما بسقيها حتى تصبح ثرية أو تصبح طرية، حتى تفهم جيدا. لهذا مادة الرياضيات على الطالب أن يكون له على الأقل مجموعة من الرصيد العلمي لكل محور معين. معناه، أعطي لكم مثال، لا يمكن للطالب أن يقول أنا لست فاهم لمحور مثلا محور معين، مثلا محور المتتاليات، وهو يجهل أهم القوانين المتعلقة بالمتتاليات. هذه لا يمكن أن أقول على لغة أنا لم أفهمها وأنت تجهل حتى حروف كتابتها، هذا لا يمكن. إذا كذلك الرياضيات لها حروف، ما هي حروف؟ هي القوانين التي نستعملها. مثلا إذا تحدثنا عن المتتالية الحسابية، أعطيكم مثال فقط،
وأنت تقول يا أستاذ أنا لم أفهم متتالي حسابي، وأنت أدنى شيء أنك لا تعرف تعريفها ولا تعرف عبارة الحد العام ولا تعرف كيف برهانها ولا تعرف حتى حساب مجموعها. إذا هذا شيء بالدرجة الأولى عليك أن تكون على الأقل قلت تحفظ هذه القوانين حتى تطبقها على التمارين، هذه بالدرجة الأولى. ونحن الحمد لله قد وفقنا الله جل وعلا، قد وضعنا كل دروس السنة الثالثة ثانوي ولجميع الشعب، الحمد لله لم نترك شيء، وإن شاء الله سوف نبقى معكم لنضع الجديد والجديد حتى نقضي على مشكل الرياضيات، ليس نهائيا لكن على الأقل بنسبة مرتفعة. الآن كيف أتعامل مع هذه المادة؟ أول شيء الرياضيات عليك أن تقوم بقراءة الدرس، قلت بقراءة الدرس، ويكون على الأقل عندك معلومات على الدرس، تلك الدرس الذي أو الذي تريد أن تقوم بحل تمارينه. مثلا تذهب إلى، نحن إذا مثلا جئنا إلى المتتالية الحسابية، أعطيكم مثال فقط، فاذهب واكتب درس المتتالية الحسابية الأستاذ نور الدين في اليوتيوب، سوف تجد الدرس مفصل وقم بمتابعته رويدا رويدا. ونحن الدروس ربما تقول يا أستاذ الدرس هذا فيه ساعة و49 دقيقة، هو طويل يا أبنائي، هذا مستقبلك، فلا تتحجج وتجد الأسباب، لأن أنت من تنجح بالدرجة الأولى ليس أنا، وأنت من ترسب ليس أنا. إذا تفادوا هذه الكلمات التي تريد من خلالها أن تقضي على حياتك، يعني فيما يخص الدراسة. اذهب هناك وقم بمتابعة الدرس حرفيا، وأنا أكثر الأمثلة حتى يفهم العام والخاص، وننطلق من السهل إلى الصعب، وقم بحفظ قوانين تلك المحور وطبق عليه تمارين بسيطة، وفيه الكتاب المدرسي كذلك يوجد تمارين محلولة. بعدها قم يعني بحلول البكالوريات، ونحن قد وفقنا الله قد وضعنا البكالوريات من 2008 إلى 2017. بعدما تقوم بحل تلاحظ الأفكار التي أصبحت تتكرر في تلك المحور، فيصبح حبك لتلك المادة يأتي رويدا رويدا. مثلها كمثل المسلسل، وأنا أعيدها كثيرا وأقول مسلسل، لأن الحلقة الأولى لا يمكن أن تقوم بفهم أحداث المسلسل، لكن بعد 20 مثلا حلقة، 20 حلقة، سوف تفهمها وتصبح مدمن على تلك المسلسل، لأنك فهمت أحداث القصة أو أحداث المسلسل وعلى ماذا يدور. لهذا من أحد نفور الطلبة من مادة الرياضيات هو عدم فهم مسلسلها، فهمك للمسلسل هو الذي يجعلك مدمن على مشاهدته ومتابعته، فإن غابت عليك الحلقة في نهارا قمت بمتابعتها ليلا أو تحميلها من الإنترنت، وقد لاحظنا هذا. لهذا هكذا نتعامل مع مادة الرياضيات، تحتاج أعيد إلى درس. إذا مادة الرياضيات تحتاج إلى درس وتمارين أو تطبيقات بسيطة وحلول بكالوريات سابقة، ونحن الحمد لله قد نضع لكم مواضيع مقترحة. بهذه الطريقة يا أبنائي سوف تتعلمون مادة الرياضيات وتتحسنون فيها رويدا رويدا. أعيد وأكرر، مادة الرياضيات تحتاج إلى العمل اليومي وتحتاج إلى حفظ قوانين، يعني مستحيل الطالب لا يحفظ مثلا معادلة المماس ويقول أنا لا أفهم معادلة المماس، هي قوانين تحفظ بالدرجة الأولى وفيه أمثلة تفهم أفكارها، لأن يوجد عدة أفكار يا أبنائي تتكرر كل سنة في مادة الرياضيات. معناه لو نتحدث في معادلة المماس، لا يوجد أي سنة من السنوات الماضية لا يوجد معادلة المماس، أو المشتقة، أو مثلا العلمين مباراة القيم المتوسطة، أو المناقشة البيانية، أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أو برهن أن المتتالية هندسية أو حسابية، هذه أشياء تتكرر كل سنة. على الطالب أن على الأقل يكون حافظ، وأعيد حافظ، هذه إجابة هذه الأسئلة، حتى على الأقل يتحصل على نقطة مشرفة في هذه المادة، لأن الكثير يقول هي مادة صعبة، وأنا بلغة الزين أنا نكره هذه المادة وما نقرأهاش. يا أبنائي هذا حكم على نفسك بالإعدام، لماذا تحكم على نفسك وقد ما زالت هناك حلول ناجعة في هذه المادة، ألا وهي حلول حفظ القوانين وتطبيقها.
قلت حفظ قوانين وتطبيقها، لأن الكثير ربما لا يوافقني يقول يا أستاذ إنها مادة للفهم، لكن إذا غاب الفهم كيف نحل المشكل؟ علي أحل المشكل بحفظ القوانين وتطبيقها وحلول البكالوريات السابقة، وبإذن الله إن شاء الله سوف تتحصل على نقاط رائعة. واذهبوا إلى اليوتيوب واقرأوا تعليقات إخوانكم الطلبة وكيف تحصلوا على نقاط رائعة. الكثير من قال يا أستاذ والله لم أقم بدروس خاصة، ما نسمي الدروس الخاصة، أو ولم أقرأ وراء أستاذ، يعني ما لم درس يعني حرا، وتحصلت على 18 و19 و19 ونصف و20 في مادة الرياضيات، كيف ذلك؟ قال إلا من فيديوهاتي في اليوتيوب. أنا لا أقول أن فيديوهاتي هي السبب، لكن إرادته هي السبب، يعني له إرادة وعزيمة. الكثير من الرسائل وصلونا قلت سنهم يفوق الأربعين سنة وقد تحصلوا على نقاط مشرفة ورائعة في مادة الرياضيات، كيف ذلك؟ ما عليهم إلا اتبعوا النصائح التي نضعها يوميا على صفحتي في الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، أو فيديوهات في اليوتيوب كيف تتحصل على شهادة البكالوريا، أو كيف تنجح، أو كيف تنظم وقتك. المهم اعلموا أن لا مستحيل في الوجود، ولا يوجد مادة صعبة. إذا حضرت الإرادة يا أبنائي، حضرت الإرادة والعزيمة، اعلموا أن كل صعب يصبح سهل. يقول البيت الشعري: تعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني إرادتك وعزيمتك ورغبتك على تحقيق الهدف هو الذي يجعل العراقيل تصبح كطريق مستوٍ. واعلموا أن العراقيل خلقت ضدك فهي لا ترحمك. مستحيل تقول لي عندي مشكل، المشكل هو بحد ذاته مشكل، لكن المشكل يحتاج إلى حل. الحل هو العمل الدؤوب المستمر، وأني أزرع في ذاتي أو في عقلي أن بما أن قد تحصلوا طلبة كثيرين على هذه الشهادة وبمعدلات خيالية، فلماذا لا أكون أنا ضمن هذه القائمة، قائمة الناجحين؟ كذلك على الطالب يا أبنائي أن يتفادى القراءة الفوضوية. يعني كيف؟ يعني يقوم بإهمال دراسته لعشرون يوم، ثم يأتي إلى ما نسميه يعني ليالي بيضاء، يعني نوي بلونش، يعني أدرس ليل ونهار، ثم يصاب بالإرهاق. هذا لا أنصحكم به. يعني ما على خير البر أدومه وإن قل. يعني الحاجة المليحة لو كل يوم شوية وأدومها وإن قل، يعني الحاجة كل ما تداوم عليها، لأن الدوام ذو برخام. الدوام ذو برخام يعني بشوي 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 حجرة يثقبها الماء، علاه؟ كل يوم يسقط، كل يوم ينحي، يعني يقوم بحذف منها ربما أجزاء من الأجزاء من الميليغرام، لكن بعد ربما 5 سنوات تجد أن الماء قد قام بثقب تلك الحجر. إذا كيف؟ لأن الدوام، دوام على الشيء هو الذي يجعله خاضعا لك. إذا كذلك فيما يخص الفيسبوك، فيه كثيرين من يستعمل الفيسبوك وخاصة الدراسة الجامعية، ما نسميه لي جروب. يا أبنائي والله لا تجدي لكم نفعا، وخاصة بعد ربما مرحلة من الليل يصبح من يسب ومن يكسر الحياء مع إخواته، مع إخواني وإخواتي، وخاصة إذا كان التمرين صعب يخرجون على المواضيع وتصبح كذا وتصبح كذا، لا داعي للذكر. لهذا أنصح أبنائي إذا كنتم تدرسون في هذه الأشياء ما نسميه لي جروب المجموعات، قم بأخذ نص التمرين وابذل جهد مع نفسك، وإن لم تجد الحل اذهب غدا إلى أستاذك وقم ب يعني بطرح عليه هذا السؤال ليجيبك، وتفادوا هذه الإشكاليات والفيسبوك وحتى الرابعة صباحا والخامسة صباحا. أنا لست ضد هذه، لكن أنصحكم كذلك بالنوم، وخاصة المتمدرسين أن يتفادى السهر حتى الرابعة صباحا، ثم يذهب على الساعة الثامنة ويدرس مادة الرياضيات. أين هو التركيز؟ هذه أشياء. اتركوا كل شيء خلال المرحلة الثانوية للسنة الثالثة ثانوي إلا للدراسة. قلت إلا للدراسة حتى تنالوا الدراسة، لأن تعرفون أعز صديق هو العلم، إن أهملته لحظة أهملك الدهر. فأرجوكم لا تهملوا هذا الشيء حتى يهملكم طول أو الدهر كله. واعلموا أبنائي أن هناك والدين ينتظرون فرحتكم.
فبالله عليكم يوم خروج النتيجة ما نسميها الريزلتا ماذا تعدون لهم؟ هذه بالدرجة الأولى. الذين يجدون نقص في مادة الرياضيات خاصة في السنوات الماضية، يقول أنا سنتي الثالثة ثانوي يا أستاذ لكن ليس لي قاعدة في مادة الرياضيات، يعني لا باس. فالحمد لله قد وضعنا كل الدروس للسنة الأولى والثانية والثالثة ثانوي. قم بكتابة الدرس الذي تريده أو التمرين. قال أنا عندي مشكل في المرجح، والمرجح قد وصلنا إليه السنة الثالثة ثانوي وأنا لا أحمل عليه معلومات كثيرة. أكتب درس المرجح للسنة الثانية الأستاذ نور الدين، سوف تجد عدة درس وعدة تمارين، أكثر من 20 تمرين بالأرقام. عندك مشكل في المتتاليات، أكتب المتتاليات للسنة الثالثة الثانية ثانوي الأستاذ نور الدين، سوف تجد عدة تمارين والدروس. فيه مثلا يقول أحدكم ونحن أصحاب شعبة التسيير، أكتب الإحصاء الأستاذ نور الدين، أكتب الاحتمالات الأستاذ نور الدين، شعبة التسيير الأستاذ نور الدين، سوف تجد وعمل. وليس بالضرورة إن لم تجد درس تقول لا أحل تمرين. نحن الحمد لله إذا قمنا بحل تمرين في التمرين بالداخل نتحدث عن الدرس، يعني لا أريد دائما لا أترك أي لغز للطالب في الفيديو معين، يعني نتحدث على كل صغيرة وكبيرة. لهذا تأتي مرة تجد الفيديو طويل لأني أراعي فيه أدنى تفكير للطالب، يعني بواحد المصطلح نراعي فيه الطلبة قليلي المستوى في المادة هذه حتى يستفيد الذكي والأقل منه ذكاء. هكذا أبنائي مع مرور الزمن واستمروا من كل من أحرار ومتمدرسين، والله سوف تتحقق النتائج وتكون نتائج خيالية، يعني حتى أنت تتفاجأ أو أنت تتفاجئين أنك في السنة الثانية كنت تتحصلين على 2 في الرياضيات لكن في الباكالوريا تحصلت على 17 أو 18، حتى يقال عليك أنك قمت بالغش في الباكالوريا، لكن ليس هو الغش، إنما هي إرادة الطالب إذا حضرت في تلك اللحظة. وكم من مقابلة لاحظناها في آخر لحظاتها تغير النتائج كليا وأصبح الفريق الخاسر هو المتحصل على الكأس، والعكس صحيح. الكثير ممن أصابه الغرور في نهاية المقابلة وخسر الكل. فلهذا أبنائي بهذه الطريقة يحضر البكالوريا بطريقة ناجحة. إذا أعيد وألخص، تنظيم وقت معين للدراسة، وأحاول هذا الوقت يكون مكرر يوميا إلا للضرورة القصوى من المتمدرسين أو الأحرار الذين لهم عمل مثلا يخدموا، أو الجامعيين الذين قاموا ببلوك للسنة وبقيوا في البيوت ليحضروا، وهم الكثير من حقق هذا بمعدلة خيالي الحمد لله. وخير شاهد على ذلك فيه يوما من الايام في من اتصل بي وهو يعمل وقال انا اعمل ممرض، هل لي ان يعني اتحصل على معدل اروع من هذا الشيء واذهب الى شعبه الطب؟ فوالله يعني قام بكل قدرته، يعني ما اتذكر ان كان ياخذ هذه الفيديوهات في مكان العمل ليلا، يعني في المستشفى، ويقوم بمتابعتها وكتابتها. فتخيل والله شاهد على ما اقول أنه تحصل في معدل أكثر من 16، يعني 16 أظنه فاصل 67، وتحول من ممرض وهو الآن يدرس طب، وهذا من قسنطينة، يعني خير دليل على ذلك وتحية إليه، يعني باش تفهموا مليح لا يوجد مستحيل. وفي هذه السنة كذلك فيما أتذكر أنها طالبة أعادته المرة الرابعة وهي تدرس في الجامعة مدرسة عليا للأساتذة وهي تريد الطب، فتحصلت على 15 فاصل، وإن شاء الله يا رب تصل إلى هذه معدلها، إن شاء الله يبلغها إلى النيل بتخصص الطب. هل يوجد مستحيل؟ لا يوجد مستحيل. إذن اعلموا أن لا مستحيل إذا حضرت الإرادة أبنائي وبناتي، وأعتذر إن أكثرت عليكم في هذا الفيديو في الكلام، لكن إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن يكون كلام في الصميم، وأن كل من تبعه وطبقه سوف يتحصل على هذه الشهادة إن شاء الله. ونسمع الزغاريد في كل بيوت يوم خروج النتيجة اللي هي الريزلتا. كما نرجوكم أبنائي وبناتي الأعزاء، لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة. كما يمكنكم الاشتراك في قناتنا اللي هي قناة اليوتيوب أستاذ نور الدين، يعني يوجد كلمة أبوني دير اشتراك حتى يصل كل جديد، يعني لا أجعل هذه الأشياء لأمر إشاري إلي، لا، نسأل الله أن يثبت أجرنا فقط أن حتى يصل كل جديد. كما يمكنك زيارة صفحة اللي هي صفحة الفيسبوك الذي تجدونها أسفل كل فيديو، يعني تجدها
أسفل الفيديو تجدون www.academia.com، ثم تضغطون هناك سوف تجدون صفحة الأستاذ نور الدين www.أستاذ نور الدين فيسبوك، أو يمكن كذلك أن تكتبوا في الفيسبوك الأستاذ نور الدين حتى تزوروا الصفحة وتلاحظوا الأستاذ نور الدين ماذا يضع يوميا خلال صفحته وقناته في اليوتيوب حتى تستفيدوا من ذلك، يعني ليس لهدف إشهاري. نسأل الله أن يعني يثبتنا على الفعل وعلى أن تستفيدوا لوجه الله كما نرجوكم. لا تنسونا أن تدعو الله لنا بالثبات وأن نبقى نعمل هذا الشيء في سبيله الذي يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.